دكتور جلال حسين عارف، أستاذ طب الأطفال، وكنت قبل كده رئيس القسم، وكنت وكيل كلية الطب لشؤون الطلاب، وحاليا إميريتس بروفيسور أو أستاذ على المعاش بقى زي ما بيسموه. للأطفال هي مكاتب الصحة هنا بتستعمل جدول، بس ممكن إضافة حاجات تانية له. فمثلا وقت الولادة بندي نقطتين شلل الأطفال في الفم، وده يعتبر زيرو دوز، وبندي حقنة البي سي جي اللي هو بقى زي قلنا ده بكتيريا وحية للدرن، ودي بنديها عند الكتف الشمال. وبعد كده في شهرين وأربعة وستة الصحة بتدي فاكسين خماسي. الفاكسين ده فيه نقط شلل الأطفال بالفم، وفي حقنة خماسية فيها الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس والكبدي ب وبكتيريا بتاعت اسمها هيموفيلس انفلونزا. دول بيتعاطوا في الثاني والرابع والسادس. طبعا كان ياريت قوي ان يتعاطى كمان مع دول المكورات الرئوية اللي هي النيوموكوكا الفاكسين في الثاني والرابع والسادس، عشان كده احنا بندي ده في عيادتنا كمكمل. وفي طعم برضه جديد عشان الاسهال اللي هو الروتا فيروس، وده يستحسن نديه في الثاني والرابع او في الثالث وفي الخامس. بعد كده في فتره بقى راحه لحد السنه، وبعد في السنه ان شاء الله بندي الام ام ار اللي هو داخل فيه الحصبه والحصبه الالماني والغده النكفيه، ويستحسن والصحه ما بتديش ده ان ندي كمان الطعم بتاع الجديري المائي اللي هو الفاريسيلا. في سنه ونص بندي منشط للحاجات اللي اعطيناها في الاول خالص ما عدا الام ام ار والفاريسيلا. دول المنشط بتاعهم بيبقى من 4 سنين ل6 سنين احسن. بعد كده الصحه ما بتديش اي بقى تطعيمات، وبتبتدي وزارة التربية والتعليم بتدي في المدارس في ابتدائي وإعدادي تطعيمات منشطة، بغالبا داخل فيها دية الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس وأحيانا الهيموفيلس والفيروس بتاع الكبد اللي هو الكبدي ب. الفيروس ألف اللي هو اللي بيعمل الصفرة الوبائية الصحة ما بتديهوش برضو، وده يستحسن ان احنا نديه، وده بيتعطى على شكل حقنتين بين الحقنة والحقنة 5 شهور.